هل كل الفرق اللي لعبها النادي الأهلي خلال الأربع مباريات اللي كان فيهم فايلر مدير فني كلها فرق ضعيفة؟ الكلام ده بالمناسبة مش أنا اللي بقوله، مش أنا اللي بقوله، الكلام ده اللي بيقوله الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب أربع مباريات، أو بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي، النادي الأهلي لعب أربع مباريات، لعب مباراتين في البطولة الأفريقية أمام كانو سبورت، فاز هناك بهدفين مقابل لا شيء، وامبارح زي ما حضراتكم شفتوا فاز بأربع أهداف مقابل لا شيء. ده بالنسبة للبطولة الأفريقية. بالنسبة لمباراة الدوري، في المباراة الافتتاحية فاز النادي الأهلي على نادي سموحة بهدف مقابل لا شيء. هل نادي سموحة فريق ضعيف؟ في مباراة السوبر المحلي فاز نادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. هل ده معناه أن نادي الزمالك فريق ضعيف؟ برضو بالمناسبة للمرة المليون، مش أنا اللي بقول الكلام ده، الكلام ده بيقوله بعض من لا يشجع النادي الأهلي، هم اللي بيقولوا مش أنا. يعني مش أنا اللي طلعت قلت إيه إن أصل فايلر ده مش عارف مدرب كذا علشان هو ما لعبش لسه فرق كبيرة. ماشي، ده وجهة نظركم، ولكن أنا بقول إن فريق سموحة فريق جيد جدا، استطاع النادي الأهلي أن يفوز على فريق سموحة بهدف مقابل لا شيء. بقول إن نادي الزمالك فريق جيد، استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. كل الكلام اللي بيتقال في إطار هذا الموضوع. كانو سبورت بالمناسبة، عايز أقول لحضراتكم إن كانو سبورت طلع فريق من أثيوبيا، فريق قوي، يعني الفريق الأثيوبي الأقوى في أثيوبيا، طلعوا قدام 40,000 متفرج فريق كانو سبورت. ولكن النادي الأهلي الآن يمتلك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين بمنتهى البساطة، من غير ما نقول أي كلام والناس تطلع تتكلم في أي كلام، والله أي كلام بيتقال وخلاص، أي كلام. الناس مش عارفة، الناس اللي بتطلع تتكلم هذا الكلام مش عارفة إن هي بتدين نفسها، والله بتدين نفسها. قال لك أصل فايلر لسه لم يتعرض لأي مباريات كبيرة. خلاص انتوا حرين، ماشي،